أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ بشأن نزاهة لجنة الانتخابات في ميانمار قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجري الأحد المقبل. وقالت المنظمة إن لجنة الانتخابات على علاقة وثيقة مع حزب اتحاد التضامن والتنمية الذي يدعمه الجيش، وأن رئيس اللجنة كان عضوا سابقا بالحزب. يذكر أنه هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للصحفيين والمراقبين الأجانب بمتابعة هذه الانتخابات التي تقول السلطات إنها ستدخل البلاد إلى مرحلة الديمقراطية الكاملة.